اسمي عزام فخر يوسف، التاريخ الميلاد 2/3/48. 48 يعني كده 69 سنة. تمام. التحقت ازاي بالقوات المسلحة؟ والله انا دخلت القوات المسلحة كفرد متطوع. انت ايه اللي دفعك انك تتطوع؟ والله حبا في الدخل في في في, في الجيش، يعني زي ما تقول كنت انا غاوي الجيش، وغاوي يعني زي ما تقول محب جو حتة الجيش والكلام ده. طب اتطوعت سنة كام؟ 29/10/69. في اثناء في نهايه حرب الاستنزاف. نهايه حرب الاستنزاف اللي هو كنت لحقونا باللي هو 25 مدرع، اللي هو كان احتياط الجيش الثالث ساعتها. وطبعا انا كنت سائق دبابه درجه اولى، فكنت معاهم في التدريبات وفي المشاريع والكلام. انت كنت مسؤول عمليه انك انت تكون سائق الدبابه. سائق دبابه. سائق دبابه. طب ما خفتش من ان اسرائيل كانت بتستخدم في الوقت ده مدافع ابو جاموس، اللي هي المدافع الخطيره، الهوزر وابو جاموس والكلام ده كله. انت ما كنتش خايف من الموضوع ده؟ لا، ما احنا داخلين على اساس ان احنا يعني كنا ابطال وعاوزين نحسب نفسنا ابطال من ضمن الابطال اللي راحت. يعني انت دلوقتي داخل على خط المعركه، ممكن ما تطلعش تاني، يعني ممكن تستشهد. ايه اللي انت عملته وانت داخل على لو هتركب دبابتك وخلاص رايح تعدي؟ والله احنا بسم الله الله اكبر، وبسم الله الله اكبر، ده اللي كان شغالين معانا في نفسنا، وحاسين على اساس ان رايحين نؤدي واجب لا اكثر ولا اقل. راح نؤدي واجب بشجاعه برضه. احكي لنا بقى اللي حصل لما رحت منطقه التبه المسحوره في العمليه اللي انت كنت مكلف بيها. منطقه التبه المسحوره طبعا كانوا يوزعونا، مثلا انت تركب الدبابه دي في نقص في القوات، وفي دبابه نجده بتاع ده اللي هو ورشه، دبابه نجده يعني بعد الدبابات. فانا جت ظروفي على اساس اني ركبت مع واحد اسمه محمود في نجده، في دبابة نجدة اللي هي تبع الورشة. تمام. تبع الورشة برضو نفس السائق برضو. فرفقنا مع الدبابات وترفقنا مع الكتيبة كلها على أساس إحنا نزلنا على منطقة وادي الجدي. وادي الجدي في سيناء. في سيناء، قلب سيناء، قلب سيناء. وخدنا موقعنا. كان معركة مفتوحة على أساس إحنا رحنا نفك حصار الفرقة السبعة مشاة. الفرقة السبعة كانت محاصرة في المكان ده. كنا نسمع إحنا جب الدبابات، يعني كنا عارفين إنه يعني اللي هو راح عشان الموضوع ده. فطبعا اشتبكنا معهم والحمد لله رب. نجحتوا في فك الحصار. نجحنا فيهم، بعد ما خلصنا فك الحصار وكل حاجه ادونا اوامر بالانسحاب عشان تعديل القوات الثانية واعاده التشكيل بالانسحاب. فطبعا رجعنا انسحبنا في منطقه كانت مجهزه لنا، منطقه التبه المسحوره، اللي فتحوا لنا الصقره واستقبلتنا اللي هي منطقه كبريت. فهناك اتخندقنا في منطقه كبريت. فطبعا هم عاوزين يعني يعيدوا التشكيل تاني من جد وجديد عشان نخشوا معركه تاني. طبعا. فعدينا قصاد كبريت، عدينا اللي هو القناه عشان خاطرنا رايحين، كنا يعني منطقه سريه في السويس على اساس اعاده التشكيل في السويس يعني. فحصل اصابه من الصيادين اللي كانوا شايليننا هم الاثنين، يعني خبطوا ببعض. فانا من ضمن الناس كلهم كنت مصابين في من ضمن العربيات اللي هي كانت، يعني لم تصب من العدو، لكن اصبت من في حادث مروري من الايه بالعربيات الجيش المصري. الجيش المصري لانه رايحين مع بعضينا كنا نفك يعني نعيد تشكيل. انت كنت في قلب الحدث هناك. المشاعر كانت عامله ازاي؟ المشاعر كان بحكم الشباب وبحكم الاندفاع بتاعنا وبحكم يعني الشهامه والبطوله اللي احنا كنا رايحين على اساس استشهاد. يعني نحرر ارضنا يموت. يا يموت. ورايحين وبعدين ضامنين على اساس لو رحنا برضه لازم يبقى في كلام ويبقى في يعني اصابات، لكن كنا ما يهمناش الكلام ده. يعني نرجع يعني مرفوعين الرصاص يا نموت احسن. فيعني كانت فيه يعني شهوه للمعارك وشهوه للبتاع بالنسبه لي. انت كمحارب قديم ايه مشاعرك النهارده سينا بتتحول الى ايه؟ والله العظيم اقسم بالله مشاعري على اساس ان ارجع تاني اركب دبابتي واحارب هناك. يعني انت عايز تركب دبابتك وتروح تحاربهم تاني دلوقتي؟ يعني انا سني النهارده 68 سنه، يعني 70 الي. انا عندي استعداد احارب واركب دبابتي زي ما كانت الاول واخش المعركه معاهم واحارب مع الناس اللي بتحارب. لانه طبعا انا سينا تعتبر بالنسبه لي يعني قطعه منه وفيه محبه لان انا عشت فيها وشفت الناس اللي فيها كانت يعني كان شهداء وغير شهداء وكلام ده. وفي بعض الشهداء كانت معانا برضو يعني رجعت معانا برضو من ضمن المعارك. كان واحد كان اسمه ابراهيم عطيه من البحيره. ابراهيم عطيه برضو كان قاعد على دبابه باص في كبريت في ساحه الرجوع.
فلحد ما انا فاكر كلمه قالها لي يا خال عزام، قول لابوي ابراهيم استشهد. صور لما كنا احنا يعني في حاله يعني الصور دي بعد العبور ولا قبل العبور؟ لا دي يعني قبل العبور. قبل العبور دي قبل العبور. دي قبل العبور ما كنا في الكتيبه وقبل ما نتحرك وكنا بنجهز للغرفة. طبعا احنا قلنا كلنا نتلموا مع بعضينا على اساس نبقى نفتكر بعض، اللي استشهد استشهد واللي هيعيش يعيش. يعني زي ما تقول. طب حد من الصور فاكر حد من الصور اللي في الاشخاص اللي في الصور دي؟ هل ذاكرتك تسعفك بحد؟ ده اسمه مسلم. ده مسلم. في حد في مستشهد الجماعه دول؟ والله يعني فيه اللي هو ابراهيم عطيه وفيه حسين. انت فين في الصوره هنا؟ وكان حسين محمود حسين من اسكندريه برضو استشهد. وكان زميلي وحبيبي دايما، هو دايما كان يعزني، اللي هو وزميلي في الدفعه اللي هو طه ابراهيم طه. الناس كانت بتقابلك ازاي يعني؟ البوس والحضن والفرحه. انت بطل البلد. فرحه ودخلت الحرب وما كانش حد يفتكر ان انا في الحرب ولا حد يشوف فكر ان انا كنت متطوع حتى في خدت الفتره كلها في كنت امين شرطه في مديريه امن هنا، مدير كنت بقول لكم شؤون الخدمه. بقول لكم شؤون الخدمه مع الست اللي هو فوزي بيه العقوم. يعني انت الجيش عدلك بحيث انك انت تم التحقق بمعهد مهاره الشرطه بالطره وانهيت حياتك بالنسبه كامين شرطه.